قدم نادي باريس سان جيرمان يوم أمس نجمه البرازيلي الجديد نيمار إلى المشجعين في ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية عقب انتقال النجم البرازيلي من برشلونة في صفقة قياسية عالمية. واستقبل مشجعو النادي الباريسي نجم الفريق الجديد بحرارة على الرغم من عدم مشاركته في لقاء فريقه مساء أمس أمام أميان، وخاطب نيمار الجماهير بالبرتغالية مؤكدا سعادته باللعب للفريق الباريسي وأكد رغبته في الفوز بألقاب عديدة وناشد المشجعين بمساندته.